إذا مستمعينا رجعنا معكم باش نستكملوا الفقرة الموالية ديالنا لحلقتنا لهذا اليوم، وانضمت لينا الفنانة الجميلة الحلوة الراقية المصوابة زيد. المؤدبة زيد. البلارة زيد. النوارة زيد. نوارة وأميرة طنجة في الغناء والطرب لإيمان الرياحي. حبيبتي نهار كبير هذا، تشرفت بالحضور ديالي معاكم. ده احنا اللي متشرفين ومتنورين ومزقططين بوجودك معانا النهارده ايمان. حبيبتي الله يحفظك وينجيك. مبدئيا ايه الحلاوه دي؟ انت جايه ترمي علينا زينك كده والدواخينه. ضروري انا ماجيه لكاب راديو اللي كنعتبرها المنزل ديالي، لان انا ماشي اول حضور عندي. طبعا طبعا اكيد، فاكيد جيت بكامل اناقتي زي المغربي. ما شاء الله عليك، كنتمنى نرقكم طبعا. ما شاء الله ما شاء الله عليك ايمان، طبعا دائما ملفين عليكي بالاناقه والشياكه والتويل والصواب والادب. انا 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 بدوخ بالصواب والادب بتاع ايمان. ما شاء الله عليك، فنانه عملتي مكانك في المجال الغنائي شوية بشوية، وما زلتي إن شاء الله في الطريق للتألق أكثر وأكثر في كل أنحاء المغرب إن شاء الله. في البداية إيمان، نتكلم شوية عن إيمان. فقش يعني عرفتي أن عندك موهبة الغناء من صغرك؟ كيف كتعرف؟ أولا مساء النور عليكم، مساء الخير، تبارك الله عليكم، فخورة أنني معكم وسعيدة جدا أنني معكم. إحنا أسعد. كيف كتعرف إحنا يا أنا إيمان بنت المدينة القديمة. أجدع ناس. أجدع ناس. بنت المدينة القديمة، كتعرف الأجواء المدينة القديمة. نعم العشيات ولليلالي والجيران والحلاوة وهذا. وما نكرش أن الأخ ديالي الكبير كان عنده الفضل الكبير لي، لأنه هو رحمة الله عليه كان عازف كان عازف على آلة العود، وكان كتعرف الأمسيات كيفاش كيدوزوا. كنا كندوزوا الأشيات بالأغاني ديال أم كلثوم، فريد، وردة، العمالقة ديالنا المغرب، الأستاذ الله يطول له في العمر الأستاذ عبد الهادي بالخياط، الحاج سيدي عبد الهادي بالخياط، سيدي عبد الوهاب التكالي، تبارك الله عليهم. كان مين كتعرف كبرت فينا حب الفن، وحب الفن كنهضروا على الفن. ما انتي بتتكلمي دابا على الفن الخام. الفن الخام. نعم. الفن الاصيل، الحلاوة الفن. الاذن مني كتسمع شي حاجة كتحس براسك مشيتي بلا ما تحس، لان لا اغاني ولا الحان ولا كلمات ولا ما شاء الله. عندهم قيمة ووزن، والدليل على أن باقين حاضرين معنا وباقين عايشين معنا لتال دابا، وكيتغنوا وكيغنيوهم جميع الطبقات العمرية والفئات. نعم فعلا، جميع الفئات العمرية كيغنيوا الفن الأصيل. صحيح صحيح، في أغاني ما بتموتش أبدا فعلاً. وموسيقى أيضا كتبقى خالدة في الذاكرة ديالنا مهما كبرنا. شي اللي كاين. فلما كبرتي على هاد البيئة اللي مليانة فن ما شاء الله، بدأتي تغني. بديت كنغني، وكانت البداية ديالي كنت عملت فرقة صغيرة، بحال غادي نقولوا الحضرة. الحضرة الطنجوية، الحضرة الشمالية ديالنا. نعم نعم. خدمنا وكانت تلقات واحد الصدى جميل 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 جدا. خدمنا، ولكن كاين ناس اللي سمعوني الحمد لله، ناس اللي عجبهم صوتي، كنتمنى انه يعجب الناس كاملين، فهم اقترحوا عليا انني ما بقاش في يعني نطاق الحضرة. أيوة. ما تبقى اتينا جريتيني عندك. ايوه. ما بقاش محصوره في نطاق الحضرة، علاش لا ما نخرجش للميدان الفني من أوسع أبوابه. نعم. فكان فعلا كانت البداية، وكانت الحمد لله كونت فرقة موسيقية، والحمد لله الحمد لله لقت نجاح ولقت الحمد لله صدى جميل. وحنايا الناس ديالنا كيعجبو من المليح طبعا، اللي كنقولوا حنايا هنا، حنا ناسنا كيعجبو من المليح، كيعجبو من الزاز والحاجات الحلوة، وأي حاجة مزيونة
انا لا ازكي نفسي ولكن لا زكي نفسك يا حبيبي، زكي نفسك واحنا معاك والله ربي يخلي. انا حاولت انني نبقى في كيف انا، كيف كنبغي انا فعلا. كنحاول انني نرضي جميع الاذواق، جميع الاذواق، ولكن كنحاول ما امكن نبقى انا، نبقى ايمان رايحين، كنخدم داكشي اللي كيبغيني، وكنحاول انني نخليه، كنقدمه بطريقه انني نحاول نخليه يعجب الناس اللي معايا، وكنتمنى انني نتوفق. لا ما شاء الله عليك، احنا سالينا احنا موفقه ما شاء الله. علاش احنا كنهضروا بهذا الحماس؟ احنا سبقنا مره وجوج وثلاثه حضرنا وكنعرفوا يعني ايمان رايحين، حضرنا الناس اخرين، لكن سبحان الله الجو ديال ايمان خاص، بيكون هناك روح من الطاقه الايجابيه ماليه المكان، فرحانين، واللي بغيتوه موجود، شعبي موجود، راي موجود. والله يا حبيبتي عائشه، حبي، يمكن حبي للناس هو اللي كيخليني انني نبذل كل جهدي، باش انني منين نمشي بحالي نخلي واحد البصمه ولو صغيره، لان حنايا باش غادي نبقاو نتذكروا من بعد ان شاء الله، نتذكروا الى كان عندنا واحد صدى طيب صحيح مزيون، الى خلينا واحد الحاجه مزيونه عند الناس، قلوب الناس. انا كنوصل كل حبي للناس، وربي الحبيب كيعاوني والناس كيتقبلوه، وما أعطي بصدق وصل بصدق صحيح، وبيوصل بصدق ويوصل عند الناس، لأنه دايما شغلك زي ما قلنا بيكون فيه طاقة إيجابية، روح جميلة. عارفين احنا الدومين ديال الحفلات الأعراس شوية بيكون صعب، مش سهل انك تقدري كل مره تغني، كل يعني كل مره بعد تغني بنفس الاداء بنفس الروح، لكن انت ما شاء الله بتحافظي على هذا الشيء، دائما بنشوفك بتتألقي اكثر عن المره اللي قبلها، كل مره بتورينا جمال اخر وفن اخر، وكتطربينا بصدق، يعني الواحد بيكون حاسس انه قاعد في حفله من الحفلات. شو يوم دمكي لا لا احنا جديد تبكي، احنا بنقول الكلام ده عشان تفرحي وعشان تكوني عارفة فعلا أنه حضرتك يعني بتعملي بصمة جميلة جدا في المكان. ربي يخليك. كلمينا عن التجربة ديال الغناء في الحفلات ديال الأعراس، لأنه دايما بتكون بالليل بتبقى شوية هناك صعوبة، فكلمينا عن هذه التجربة. شوف، هي التعب ما غاديش نقول لك القدر ديال التعب اللي كنكونوا فيه. نعم. الإعياء ما غاديش نقول لك القدر الإعياء اللي كنكونوا فيه، لأن احنا الخدمة ديالنا ما غاديش نسميها خدمة، لأن بنعملها بشغف وبحب، فكنعطيو فيها من قلبنا ومن عقلنا ومن روحنا ومن الروح. فعلا كنتعبوا وكنعيا، ولكن كنمشي للدار متعوبة، كنوض في الصباح متعوبة، كنبقى في الدار متعوبه، ولكن منين كتوصل الساعه انني غادي نوض نوجد راسي، شنو كيجيني في بالي؟ ان هذيك العريوسه اللي غادي نمشيون عندها دابا مسكنا ما عندها الدم حتى شي حاجه، هي عندها النهيوار ديالها خصها تفرح به، واختارتك وثقت فيكي انت وثقت فيا، الوغ كيخصني انا نوجد راسي باي كان، خصني نوجد راسي، نشحن راسي بطاقات إيجابية، ضروري باش تمشين عند الناس، ما خصهمش يحسوا أنك تعبانة، ما خصهمش يحسوا أنك مقلقة، ما خصهمش يحسوا أنك عندك شي حاجة في الداخل ديالك مديرونجياك، لأن حنايا كلشي كيبان في الصوت في الشكل في كل حاجة. فعلا كنحاول أنني نعطي كل ما في جهدي، كنتمنى يا ربي يوفقني، كن دائما عند حسن ظنكم يا ربي، آمين. عائشة وإيمان كتهضر كتقول حنا درنا كلنا، يعني كتهضري بروح الفريق. فعلا واش روح الفريق هو دافع ولا مهم باش اننا يكون عندنا واحد اوكسترا ولا عندنا واحد الفريق زوين؟ اكيد حبيباتي، اكيد انا خدامه مع فرقه موسيقيه، انا كنشوفهم اكثر من اللي كنشوف عائلتي، اكثر من اللي كنشوف خوتي، عندي 5 بنيتات ديالي معايا خدامين، ربنا يخليكم دائما. طبعا معايا نجلاء، معايا ابتسام، معايا حسناء، معايا خوليطه بنيته ديالي، معايا كوثر.
تحيه ليهم كاملين. منين كنمشي هما عارفيني وكيحسوا بيا، منين كنمشي الله يعطيهم كل ما في النيه ديالهم فعلا. منين كيلقاوني كيكون عندي واحد الدعم ما تتخيلش كيفاش، حيت كنلقاهم هما كيعطيوني حماس للخدمه، كيعطيوني واحد القوه باش ندخل ونكمل الخدمه ديالي. نعم. معايا فرقه موسيقيه، معايا استاذ الموسيقار، معايا عازف الاورغ الاستاذ رشيد الترفوس اللي كنعتبره صديقي واخي الاكبر، لان فعلا انا فحال اللي دخلت منين قلت له راحتي النفسيه جلسه حدايا. طبعا تحيه للسي عطيني واحد القوه وعطيني واحد الثقه، خلاني انني ما نخاف حتى من شي حاجه. المقوله ديالو هي انه ايمان استم انا معاك، هذه بوحده كتعطيني واحد القوه وكتعطيني واحد الدعم نفسي كبير ما جدا. نعم. كيفاش معايا عازف الكمان اللي هو الاستاذ جليل اهضمون، معايا اخي الصغير اللي هو عازف الايقاع سيدي توفيق، فعلا انا كنعتبرهم هما عائلتي الثانيه. ان شاء الله يا رب دائما تكونوا مجموعين ومتالقين وناجحين ومنورين في كل الحفلات اللي كتحيوها طبعا، واكيد هيكون حسن حظ يعني اصحاب الحفلات انهم اختاروكم انتم لاحياء هذه الحفله. اذا مستمعينا مازال في اجواء الطاقه الايجابيه والروح الحلوه اللي موجوده معنا في استوديو النهارده، معانا الفنانه ايمان الرياحين طبعا والفريق جزء من الفريق ديالها منورين عندنا الاستوديو. إيمان غادي نسمعوا شي حاجة دابا شوية. أكيد. قبل ما نسمعوا عنا واحد الاتصال بغينا نستقبله. صباح مساء النور. ألو مساء الفل. أهلا وسهلا. سمعت كينا معكم إيمان، لنا إيمان قلت وحنين عيط الله ونشكرا من هذا المنبر نشكرا باش يسمعوها الناس كامل. طيب عرفينا بالاسم ديالك. بشرى. للا بشرى من مدينة طنجة. طبعا عارفين يا جماعة مين للا بشرى؟ هي حماة عاطف. فحبت تشكر أو تعطي رسالة للا إيمان. تفضلي للا بشرى. السلام عليكم للا إيمان. الحبيبة ديالي للا بشرى. الحبيبة ديالي غنشكرك شكر كثير وعميق وجميع المواصفات. لأن عملتي واحد المجهود في أقول شيء لعب بنتي، كانت أمسية وكانت فرش تسجيل كنشوف. الله يكبر بك الحبيبة ديالي. كل حب وغنيتي المدعوات وكشفوك ما كنت كنتطور. هي هتبكي شوية وهتبكي يا للا بشرى، بالراحة عليها أرجوك. ربي يخليك الحبيبة ديالي، ما عملنا غير الواجب والله. والله العلي العظيم كنت كنطلب أنني نمشي عندها شخصيا ونشكرها شخصيا، ولكن ملي جات هاد الفرصة في كف راديو. ربي يخليك لالا بشرى، والله ما عملت غير الواجب. كنت لازم اللي قلتي لها وخدمت بوحده الروح كانها هي ماما. الحمد لله والله ام العريس، المهم العرس بتاعها يعني. الحمد لله لالا حشمنا والله العظيم. الى الحب وكانت خدامه بوحده تلقائيه، ما صراحه فاجأتني وما ندمتش انني عملت هذا الانسان وكنت خلاص الحمد لله. والله دائما عملنا غير الواجب واقل من الواجب، والله العظيم الله يحفظكم الله يكبر بكم، ويا ربي يا ربي نكون ديما عند حسن ظنكم يا ربي. شكرا ليكي للا بشرى حبيبتي. شكراً على مكالمتك الجميله. وإن شاء الله يا رب دائما الأفراح والمسرات دائما موجودة في حياتكم. مستمعينا أنتم أيضا يمكنكم تتصلوا بينا إلى بغيتوا، ويعني توجهوا كلمة الفنانة إيمان رياحين 0539333333 أو 0539349440. دائما إيمان بتخدم بنفس الروح ونفس الحب ونفس الطاقة، ما شاء الله عليك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، لأنه والله كان أعتبر العريسات كاملين يا أخواتي يا بنياتي، كنعتبر الناس اللي مشيت عندهم كاملين جزء من عائلتي، لان كيبقى سيدي، وداك السيدي كيبقى كيخصو يبقى مزيون، لان فيه انا، وانا ما يمكنش نزل راسي في شي بلاصه وما نكونش بقدر المستطاع اللي كنقدر عليه. كنتمنى
يا ربي نكون قد هذا الحب اللي عطيتوني. ان شاء الله ان شاء الله. نسمع بقى حاجة حلوة إن شاء الله. بعد الدموع مستمعين فقط يعني عايزة أقول لكم قد إيه إيمان إنسانة طيبة وجميلة ورقيقة ومسؤولة وبروفيسيونال وبتعرف يعني ما شاء الله عليها بتعرف كيفاش تعمل متعة وتعرف كيفاش يعني تعمل ومقبولة جدا عند الناس ما شاء الله والحمد لله. يعني هي النهاردة جاية عندنا وخا عندها يعني حفلة من بعد ولكن جاية تنورنا في الراديو باش تعرفوا قد إيه هي إنسانة ذات قلب كبير وما شاء الله كل التوفيق دي يكون ليكي ان شاء الله. واعره واعره على راي حاضر. سمعونا حاجه بقى ان شاء الله بينا. يلا بينا. تي را 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 في يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. غني معايا. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. في يوم وليلة ليلة جميلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى شوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه. نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه. لقينا رحنا على بحر الشوق نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومن يصدق هجرا ده كله ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة. ليلة 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 ليلة. الله 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 الله. اللي كان طيفك على بالي
وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقاك يلي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقاك كنت بحسب كل فرحة شوفها بين قلبين كنت غير من اي نسمة حلوة 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 بين حبيبين كنت بحسب كل فرحة شوفها بين قلبين كنت غير أغير أغير من أي نسمة حلوة بين حبيبين الله ما شاء الله عليكم أجواء رائعة تيرا سلام وانا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك وانا على حبك وشفت الدنيا من عندك على حبك وشفت الدنيا من عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحب وأنا على حبك وشفت الدنيا من عندك على حبك وشفت الدنيا من عندك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا آه
يقرا ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 رايحين وصلة يا جماعة ما يعني هتحسدونا عن احنا قاعدين مع مع هذه الاجواء الرائعة جدا تبارك الله عليكي عملتيني اجواء واعرة هتزيد تولع بعد شوية مستمعينا ما زالين مكملين معاكم في هذه الحلقة المميزة كاملة نشاط هذه الحلقة مع الفنانة الرائعة إيمان الرياحين والله يا إيمان أنت فعلا اديتينا طاقة إيجابية كده وعمرتينا المكان بالفرحة والسعادة مازال نعمر الفرحة طبعا والحماس في المكان بس عايز أشكر سي رشيد ترفوس على الأداء دياله الجميل الاحترافي الرائع تبارك الله عليك شكرا ليك دائما وعنده الحق اصطب وانا معاك ما تخممش ربنا يا رب دائما يكتب لكم نجاح في كل خطوة ده بنسمع شي حاجة ايه شعبين أيوة شعبين. استعدوا استعدوا معانا يا ناس يلا في الطوموبيلات ها يلا كل شيء استعد يلا مراكش قالوا بعيد مراكش قالوا بعيد مراكش قالوا بعيد مراكش قالوا بعيد فين خلاف جريد مولاي الطاهر ما يفرطش فيا تاني وعفا خويا عرامي يا وعفا خويا وردني لبلادي وها هي وريني وحشك يا الغابة وراه ما دار مزية تاني وعافى خويا يا وعافى خويا وردني لبلادي يا ها يا وريني وحشك يا الغابة على الصوات عيالاتو على مشموم وتاتو على الصوات عيالاتو على مشموم وتاتو على الصوات عيالاتو يا ولي ولي وهي الملا يا حبيبي يا عيتني بالكذوب شلا يا دار القاضي عمرة جرادي ودار الباشا عمرة كراسة مثل الحب ويجيبك ليا تاني ومازال الصورة تجيب جوبة على الصور عيالاتو على حظك صحاباتو على الصور عيالاتو على حظك واتاتو يا ولي ولي وهي الملا يا عيتني بالكذوب شلا يا دار القاضي عمرة جرادي يا دار الباشا عمرة كراسة ومازال الحب ضربي ويجيبك ليا تاني ومازال جيب جوجا
هدى أزيد زين عائشة أزيد ويلي ويلي أزيد يا عائشة الله الله عليك يا إيمان ويلي ويلي إيمان هالحلاوة إيمان يا عائشة يا الحلاوة أزين 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 ندى ندى هي 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 ندى ايوه ولي ولي الله 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 عليك نسي 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 الحلاوه فين كاينه الحلاوه كاينه هنا 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 كابرا ديو كاينه الحلاوه كاينه هنا كابرا ديو كاينه كابرا ديو اه الحلاوه والله ما شاء الله عليكي ولعتيني الاجواء اجواء الاستوديو حماسيه سيره شي ترفوس ايضا تبارك الله عليك تبارك الله ايضا على كوثر وسي توفيق توما عاشوا على الاجواء عاطف عبد الخالق تهو من مورا الكاميرا الواد حيح مع راسه نعم تبارك الله عليكم اجواء ايجابيه كنتمنى تكون وصلت للمستمعين زي ما عشناها في الاستوديو تبارك الله عليكي للا ايمان رياحين صوت في المستوى اداء اكثر من رائع كل القبول ما شاء الله موجود فيكي من تألق لتألق دائما يعني احنا للأسف احنا على ختام الحلقة الوقت هو اللي بيحكمنا للأسف قربنا نخلص الحلقة ديالنا قولي لنا كلمة تحبي تقولي لها للناس طنجة والناس الحلوين دائما اللي كيكونوا كيعجبهم يحتفلوا يعجبهم يستمتعوا بالوقت ديالو غادي نقول لهم حبايب ديالي الله يخليكم ليلي الله يقدرني ديما إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم الله يقدرني ديما نكون في المستوى اللي كتمناوه واللي كترجاوه أنني نكون فيه أنا بنت طنجة وبنت المدينة القديمة وبنت المغرب الله ينصر سيدنا عاش الملك الله يحفظكم وينجيكم وربي يعطيكم كل خير بغيوني كيف ما كان بغيكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليك إيمان والله يعني حلقة من حلقات لا تبقى ذكرتنا دائما مش هننسى هذه الأجواء الرائعة اللي عشناها معاكي روحك زي دلوقتي يعني بتغني معانا كأننا موجودين في فرح ما خبتيش جهد أو لا قلتي لا عندك عم تاني صوت يحصل له حاجة خليني لا
ما فيش ابدا هذا الشيء بتخدمي من قلبك دائما تبارك الله عليك. ما فيش بتفكري تعملي شيء اغنيه خاصه فيكي فيديو كليب حركات؟ ان شاء الله ان شاء الله كاين. هو كان فكروا انا والاستاذ رشيد ترفوس انه غادي يكون واحد العمل ان شاء الله غادي نقول قريب ماشي قريب ولكن خصنا ما ننزلوا شي حاجه تكون ان شاء الله في مستوى ان شاء الله يعني ديتو كتوجدوا فيها عندنا في اطار اننا كان طرحين الافكار أيوة. وتخدموا عليها هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله ان شاء الله قريبا يعني. احنا نحب نستمتع بهذا الصوت الرائع في اغاني كثيره ويكون موجود اكثر في الساحه الفنيه ان شاء الله. لالا ايمان ريحين نورتينا ودائما منوره في ما مشيتي. شكرا ليكي على وجودك معنا استضافه. شكرا الله يكبر بكم كيف دائما مكبرين بينا الله يحفظكم الله يبارك فيكي. شكرا ايضا سي رشيد ترفوس على تواجدك معنا. سي توفيق لالا كوثر على الحضور ديالكم هو كي سخرت ايوه ايوه ما شاء الله لاحظت لا انا كاني سمعت بقول لا كاني بيتهيأ لي يلا في مشكله ما شاء الله. هو ده روح الفريق والروح الحماس ان احنا نحاول نخرج الخدمه باحسن صوره. تبارك الله عليكم يا رب دائما موجودين فرحانين. شكرا ندى العلالي على تواجدك. عاطف الحبيب طبعا شكرا. عبد الخالق شكرا يا عبد الخالق. هذه الحلقه غادي تكون ان شاء الله موجوده مقاطع منها على السوشيال ميديا على صفحتنا كاب راديو ماروك فيسبوك انستغرام ويوتيوب. Cap Radio. Cap Radio. Cap Radio.